السلام عليكم الخوت، ومرحبا بكم في توقعات مباريات كرة القدم ليوم الاثنين 1 غشت. ان شاء الله غادي نعطيكم بعض المباريات، تقريبا 12 مباراة. قبل ما نبدا هذا الفيديو كنعتذر جميع اللي كيشاهدوا الفيديو ديالي على التأخر. نتمنى ان شاء الله من هنا فصاعدا على حسن الظن ديالكم، وبقى نعطيكم كل نهار كل يوم مباراة. نبداو على بركة الله بأول مقابلة من الدوري الباراغواياني بين فريق غواراني ضد فريق أكتوبري. كما كتلاحظوا فإن فريق غواراني في المرتبة التاسعة غادي يواجه آخر ترتيب اللي هو فريق أكتوبري. لذلك نعطيكم هنا فوز فريق غواراني، خصوصا ان اخر 3 مباريات عرفت فوز فريق غواراني، لا فيكتوار دو ايكيب لوكال دي غواراني. ننتقلوا للمقابله المواليه من الدوري القسم الوطني الثاني ديال كوريا الجنوبيه بين فريق سيول مع فريق جيمبو. كما كتلاحظوا فريق سيول في المرتبة التاسعة ب24 نقطة، جيمبو في المرتبة السابعة ب23 نقطة. إلا أن الفرق في عدد مباريات الفريقين ناسيون، فإن جيمبو لعب أكثر من فريق سيول ب3 مقابلات. لذلك غادي تستغل فرصة الميدان ديالها وغادي تفوز في المقابلة. لذلك غادي نعطيكم فوز فريق سيول، لا فيكتوار دو ايكيب دي سيول. ننتقلوا للمقابله المواليه من الدوري ديال ماليزيا بين فريق جوهور وفريق كوالالمبور. ما تشوف فريق جوهور في المرتبه الاولى ب32 نقطه، فريق كوالالمبور في المرتبه الرابعه ب18 نقطه. كذلك فرق ديال المقابله ناقص لفريق المتصدر، لذلك غادي يعطيكم فوز فريق جوهور في هذه المقابله، لا فيكتوار دو ليكيب لوكال دي جوهور. ننتقلوا للمقابلة الموالية بين فريق كذلك من الدوري الماليزي بفريق تيرينغانو مع بيتالين. كما كتلاحظوا بفريق تيرينغانو مرتبة الثامنة مع 16 نقطة، فريق بيتالين مرتبة 11 ب11 نقطة. كذلك مقابلة ناقصة لتيرينغانو، لذلك غادي نعطيكم هنا فوز فريق تيرينغانو، لا فيكتوار دو ليكيب دي تيرينغانو. ننتقلوا للمقابلة الموالية من القسم الوطني الثاني البولندي بين فريق تير ماليكا مع تيشي. كما كتلاحظوا الترتيب، تير ماليكا مرتبة السابعة ب4 نقاط، تيشي المرتبة 14 بنقطة واحدة. آخر مواجهتين عرفت فوز فريق تيران في خارج الميدان وفوز تيشيخ داخل الميدان ديالها، خصوصا لي عفوا خصوصا أن كما كتلاحظ أن الترتيب نسبة الأهداف هي لفريق تير ماليكا، كذلك الفرق في النقاط. لذا عطاكم فوز فريق تير ماليكا بيبي، فوز لا فيكتوار دو ليكيب دو ليكيب لوكال. ننتقلوا للمقابلة الموالية كذلك من القسم الوطني الثالث البولندي بين فريق بولونيا وفريق ستوميل. كما كتلاحظوا فإن كما كتلاحظوا فالفرق شاسع بين الفريقين، بين فريق ستوميل وفريق بولونيا. لذا كذا نعطيكم فوز فريق ستوميل في هذه المقابلة، لا في لا فيكتوار دو ليكيب دو ليكيب دو ستوميل. ننتقلوا للمقابلة الموالية كذلك بين الدوري المصري بفريق الإسماعيلي والمصري، عفوا ومصر المقاصة. كما كتلاحظوا فالفريق الإسماعيلي عنده 29 نقطة مع فريق مصر المقاصة ب15 نقطة. كذلك حظوظ
فرق مثل المقاس في القسم الوطني فهي ضئيلة وضعيفة جدا، عندما نقول بأنه سقط القسم الوطني الثاني. فريق الإسماعيلي مازال لديه فرص، كذلك هيصطدم في الميدان ديالو، كذلك لديه مقابلتين ناقصتين، عنده 26 مقابلة، عفوا عند لدي لاعب 26 مقابلة، كما كتلاحظون فإن الفرق الأخرى لعبت 27 حتى 28 مقابلة، هو الوحيد اللي لعب 26 مقابلة، كذلك من فريق الأهلي. عفوا راه كنعمل فيديو مباشرة، لذلك بعض المرات كيطلعوا بعد ديال الفيسبوك. المهم عفوا، لذلك فغادي نعطيكم هنا فوز فريق الإسماعيلي، لا فيكتوار دو ليكيب دو الإسماعيلي ليكيب لوكال. انتقلوا للمقابلة الموالية بين فريق نورجلاند مع لينكبي. كما كتلاحظوا انا فريق لونجلاند عنده 6 نقاط المرتبة الثالثة، فريق لينك باي نقطة واحدة المرتبة العاشرة. فريق لونجلاند هيصادف في الميدان ديالو، هجوم ديالو قوي، الدفاع ديالو ممتاز، لذلك غادي يعطيكم فوز فريق نورجلاند فريق المصادف، لا فيكتواغ دو ليكيب نورجلاند ليكيب لوكال. انتقلوا المقابلة الموالية بين فريق غوتنبورغ مع نوركوبين، يعني مقابلة قوية بين فريقين تقريبا مستوى متكافئ، يعني تقدم طفيف ديال فريق غوتنبور في الترتيب. لذلك كما كتلاحظوا فريق غوتنبور فوز ديالو في آخر مواجهتين، غادي يصادف في الميدان ديالو، لذلك غادي يعطيكم فوز هنا فريق غوتنبور، لا فيكتواغ دو ليكيب لوكال دو غوتنبور. المقابلة الموالية بين فريق سبور بويز مع سيزار فاييخو ديال بيرو، كما كتلاحظوا بين سيزار فاييخو المرتبة السادسة بصد النقاط، سبور بويز المرتبة العاشرة بصد النقاط، الهجوم ديال سبور بويز قوي 8 الأهداف، مقابلة كتعرف تسجيل الأهداف. كما كتلاحظوا فإن جميع المقابلات ديالو كاين الفريقين كيماركيو، إذا كان عطيكم هنا جوج الاحتمالات، إما كاين الفريقين يسجلان الهدف، أو عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف، عليكم الاختيار. لو ماتش va être plus de 3 buts et plus, ou bien les deux équipes va à marquer. Donc, nous avons le match suivant, Liverpool, défenseur sport de la Dauri, l'Uruguayen. Farak Liverpool, l'Uruguayen, Farak Hawi. Comme vous le voyez, آخر مواجهتين بين الفريقين فوز فريق ليفربول وخارج الميدان 3 الأهداف 3 الأهداف للا شيء. إذا غادي نعطيكم فوز فريق ليفربول في هذه المباراة، لا فيكتواغ دو ليكيب دو ليفربول دو أوروغواي. وآخر مواجهة عفوا آخر مقابلة في هذا الفيديو بين الدوري الإسلندي بين فريق بري دابليك مع أكرانيس. كما كتلاحظوا فإن الترتيب واضح في هذه المباراة، والفرق شاسع بين الفريقين في المستوى، لذلك فغادي نعطيكم فوز فريق بري دابليك، لا فيكتواغ دو ليكيب لوكال بري دابليك. إلى هنا نكونوا وصلنا إلى نهاية الفيديو، كنعتذر منكم الخوت على هذا التأخر، نتمنى من الله نكون معكم ديما والمسامحة، ونتمنى للجميع التوفيق، تهلاو في ريوسكم، إلى اللقاء، بون شونس و أو روفوار.